السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم مجربات من الطب البديل. نبتدئ بعون الله إن شاء الله. أرجو أنه ما تفهموا من هذه الحلقة أنه إحنا هنا وجدنا علاج السرطان، لا، مش هذا المقصود. المقصود ما هي الأمور التي يجب أن نبدأ بممارستها من الآن حتى نتجنب حدوث سرطان الثدي. أيضا فيما لو لا سمح الله إخواتنا الستات، أمهاتنا، أخواتنا، زوجاتنا، كان المرض في بدايته، استمعوا إلى هذا الفيديو، إن شاء الله الله بيعافيكم من هذا المرض، وإن شاء الله إنه ستجدوا الخير الكثير في هذا الفيديو. نعرف إحنا إن ممارستنا للحياة اليومية وطبيعة أكلنا وطبيعة غذائنا وعدم ممارسة الرياضة، هذه كلها بتسبب في نمو الخلايا الجذعية السرطانية. فيجب أن يكون غذائنا صحي وسليم، ويجب على الأقل ممارسة الرياضة للسيدات، نتحدث عن السيدات، على الأقل 3 ساعات أسبوعيا. والرياضة اللي بنقصد فيها هي المشي. المشي ممتاز جدا يا إخواتنا يا حبايبنا. طيب، هذه طبعا مش كلامي، هذه الدراسات أثبتت ذلك، وأن 3 ساعات أسبوعيا من الرياضة، سباحة، مشي، ركاض، أي شيء يساعد على الحد من وتقليل نسبة الإصابة بمرض السرطان. رح نبتدئ معكم بأفضل 10 أطعمة من دراسات في مستشفى مايو كلينيك. هذه الأطعمة تساعد على قتل الخلايا الجذعية السرطانية. نبتدئ مع أول واحدة عنا، نشوف مع بعض. عندنا البروكلي زي ما انتم شايفين، هذا البروكلي من المركبات او من مثل ما انتم شايفين صورته، البروكلي من الخضروات الورقيات، يكون له مسميات في بعض بلدانكم، شوفوا انتم شو المسمى، لكن هذه صورته، بحيث انه اللي ما بيعرف صورته يعني يقدر يحدد الاسم في منطقته او في بلده. الدراسات أثبتت أنه يقلل عدد الخلايا الجذعية السرطانية. للحصول على أفضل النتائج يجب تناول هذا النوع من الخضروات مطهيا على البخار، يعني لا تطبخيه بالماء نهائي، إما بتطبخيه على بخار الماء أو بتأكليه نيا مع السلطات، أو بتأكليه ني مع السلطات. أما إنه نطبخه على النار أو على الماء فهذا بيسبب عندنا مشاكل وبفقد من قيمته الغذائية. هذا هو البروكلي. نأتي لثاني نوع أيضا، طبعا كل هذا اللي احنا بنحكي فيه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف. كل الأغذية اللي راح تشوفوها الآن اللي خرجت فيها الدراسة من مستشفى مايو كلينيك، هذه الدراسة أثبتت إنه الألياف لها قدرة وفاعلية كبيرة على الحد من الخلايا السرطانية في جسم الإنسان. ثاني شيء عندنا الملفوف، هو فعال للوقاية من سرطان الثدي، يحتوي على مركب يسمى أندول 3 كاربينول، والذي يوجد أيضا في الخضروات الورقية. يعني باختصار أي نوع من الخضروات الورقية بدك تكثري تناولها، جرجير، خس، بقدونس، كثري منها. وهذا الهرمون يعطل الأستروجين. الأستروجين هو الهرمون المتحكم في الخلايا السرطانية، واللي سبب المشكلة الرئيسية هو الأستروجين، الهرمون الذي يشجع نمو الخلايا السرطانية ويقلل احتمالية الإصابة بسرطان. فإذا كل ما كثرنا من أكل الورقيات ونأكلها طازة، أنا بفضل نيئة بدون طبخ، كما أوصت الدراسة إنها بتساعد وتكافح مرض السرطان. ثالث نوع البنجر والفجل. البنجر اللي هو الشمندر الأحمر اللي أنتم شايفينه مثل ما هو معروف،
هما نوعان من الخضروات التي تحفز الجهاز المناعي وتمنع نمو الخلايا السرطانية. وقد أظهرت دراسات حديثة أن هذه الخضروات غنية بمضادات الأكسدة ومركبات حيوية نشطة تحمي من بعض أنواع السرطان مثل سرطان المبيض وسرطان الثدي لدى النساء. هاي الشمندر. وللعلم، البنجر أو الشمندر هذا مقوي للدم ولذيذ جدا يا إخوان، زاكي جدا. الشمندر نوع إما بنعمله، طبعا في ناس بتعمله مخلل بفقد كثير جدا من خصائصه. احنا بنشويه، انا شخصيا بشويه شوي خفيف على النار وبوكل البنجر. عصير البنجر مقوي للدم، اللي نازل عنده الدم وعنده فقر دم ياخذ البنجر الشمندر. رابعا نأتي الى السبانخ، ايضا من الورقيات الخضراء، مفيد جدا للجسم، يحتوي على الكلوروفيل الذي يجفف السموم المرتبطة بالسرطان، ويحتوي أيضا على حمض الفوليك الذي يسهم في التوازن الهرموني. لكن أنا هون بدي أنبه لمعلومة بسيطة، السبانخ بيحبس الماء في الدم، فاللي عندهم بياخذوا مدرات البول وعندهم مي بالرئة أو عندهم مي بالرجلين لا يكثروا من السبانخ، يبعدوا عن السبانخ، لأن السبانخ بيحبس الماء في الجسم. زيت الزيتون، زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة، لكن مثل ما بنعرف انه لحاله ما بنفع، بدنا ناخذ معاه المجموعة كاملة هذه، لوحده لا يصلح نهائيا، يعني ما بيشتغل لحاله. زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة التي تقوم بتحييد الجزيئات الحرة وتحمي من العديد من الأمراض بما في ذلك السرطان. علاوة على ذلك يحتوي هذا الزيت أيضا على حمض الأوليك الذي وفقا للعديد من الدراسات يمنع نمو الخلايا السرطانية. إذن زي ما أنتم ملاحظين، زيت الزيتون مضاد للأكسدة وفعال، لكن بده معاونات، بده مساعدات معه، لوحده لا ينفع. وأفضل شيء في زيت الزيتون نأخذ على الأقل فنجان صغير يوميا على الريق، على الريق فنجان قهوة، مثل فنجان القهوة زيت زيتون، اتعود على شرب زيت الزيتون يوميا على الريق. على السلطات حط لك 3-4 معالق زيت زيتون، كثر زيت زيتون، لا تبخل على نفسك بزيت الزيتون. سادسا الفواكه الحمراء. أول إشي الفواكه الحمراء غنية بمضادات الأكسدة مثل زيت الزيتون، الذي تحيد يعني تجمد وتبعدها لا الجزيئات الحرة، وهذه الجزيئات تحرر السموم وتشجع على نمو الخلايا السرطانية، وهي غنية أيضا بالألياف. وقد أظهرت الدراسات أن الألياف تحمي النساء من سرطان الثدي، وذكرناها في النقطة الأولى. وقد أثبتت هذه الدراسة أن كمية تعادل 10 جرام من الألياف الموجودة في الخضار والفواكه يوميا تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11%. وأيضا الألياف تقلل هرمون الأستروجين اللي حكينا أنه بتحكم في السرطان. ارجعوا للنقطة رقم 2. الفواكه الحمراء مثل التفاح، مثل التوت البري، مثل الفراولة، أي فواكه حمراء إخواني الكرام، أي فواكه حمراء. سابعا الجوز. الجوز معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، وهو غني بأوميجا 3 وحمض الفالونيك، وهذه الأخيرة اللي هو حمض الفالونيك لها آثار واقية. والجوز غني أيضا بمضادات الأكسدة التي تحيد الجزيئات الحرة، يعني إحنا بنتحدث عن جزيئات حرة تتحرك في جسم الإنسان، هذه الجزيئات بتجمد وتشجع تكاثر الخلايا السرطانية. الجوز اللي هو احنا بنسميه في دولنا عين الجمل، جوز عين الجمل، اذا بتعرفوا جوز عين الجمل موجود في بلادنا العربية، هذا هو الجوز. اكثر من تناول الجوز. بعدين شكل الجوز اخواني زي شكل الدماغ، بتلاقيها فيها ثنايا مثل الدماغ، مفيدة جدا للدماغ والمخ. ايضا البقدونس. يحتوي البقدونس على مكون يسمى إبنينين، وهو مركب كيميائي مصنف بأنه من مركبات الفلافونيد المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاب. طبعا البقدونس مثل ما انتم شايفين صورته
يعني لا تخرطوا بينه وبين الكزبرة، ولو أكلت الكزبرة ممتاز جدا، للعلم أن نفس الشكل في الرائحة تختلف. إلى جانب ذلك أظهرت دراسات حديثة أن الإبنينين يمنع تكاثر الخلايا السرطانية، نتيجة لذلك لا تترددي في إضافة البقدونس إلى أطباقك. رقم 9، تحتوي الطماطم اللي هي البندورة يا أخوان على جزيء يسمى الليكوبين، وهو الصباغ المسؤول عن لونها الأحمر. ووفقا لدراسات أجريت مؤخرا على عدد من المتطوعين، فإن الأشخاص الذين يتناولون الطماطم انخفضت لديهم احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا أو الثدي بنسبة 10% إلى 20% إلى 20%. هذا الكلام اللي أنا جبته من موقع رسمي لمستشفى مايو كلينيك، مجلات علمية أصدرت هذه الدراسات، هذه آخر دراسات 2022، طبعا مستندة على دراسات قديمة. يوجد دراسات قديمة فيها بعض الشيء من هذا الكلام، لكن هذه آخر دراسة أجريت على مصابين بالسرطان. آخر شيء عندنا الكاري. الكاري مثل ما بنعرف هو نوع من أنواع البهارات، وهو قريب من الكركم باللون، دير بالك، لكن رائحته تختلف. فلما تروح عند العطار قول له بدي بهار كاري، مش يخربط ويعطيك كركم او اصفر، بيختلف. هذا النوع من التوابل الهندية منتشر جدا في الطبخ، ويعرف بفوائده الصحية، وفي الواقع اظهرت العديد من الدراسات ان الكاري يمنع انتشار الخلايا السرطانية بفضل مكون يسمى الكركمين اللي موجود في الكركم أيضا. وهذا الصباغ هو مضاد للأكسدة، فعال للغاية، ويعرف بخصائصه المضادة للالتهاب. إذا إخواني، أنا نقلت لكم معلومات طبية من مجلات علمية أجرت هذه الدراسات واستخلصت هذه النتائج. وللعلم جميع ما استخلصته من نتائج هو مفيد وليس مضر لجسم الإنسان، هو مفيد وليس مضر لجسم الإنسان، كل النتائج هذه اللي توصلوا إليها. فإن شاء الله نكون قدمنا لكم شيء مفيد، إن شاء الله أنه أي دراسة جديدة خاصة في هذا المرض في الذات، لأنه هذا المرض معروف أنه للآن لم يكتشفوا علاج فعال لهذا المرض، لكن أقسم بمن رفع السماء وبسط الأرض، هذه تجربة نقلها لي أحد الذين عانوا من السرطان 3 سنوات، ولله الحمد شوفي كان عنده السرطان في العظام في النخاع الشوكي. قال لي الشغلة اللي فادتني أثناء فترة علاجي بمركز السرطان، طبعا في فترات بتمر على بعد مرحلة الشفاء، وطبعا بعد ما يقتلوا الخلايا السرطانية بواسطة الكيماوي، طبعا الكيماوي بقتل الخلايا السرطانية والخلايا غير السرطانية، كل خلايا الجسم، فبتصير مناعة الإنسان ضعيفة جدا، وبكون ممنوع حد يفوت عليه، ما في مناعة، صفر. قال لي الشغلة الوحيدة اللي فادتني اللي هي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللب تبع المشمش، بذور المشمش الداخلية، بروتين 17 اللي للآن ما أفصحوا عنه نهائيا. هذا البروتين 17 إما أنه إذا كان موسم المشمش بتدق الحبة في داخلها نواة بيضاء بتتناولها. قال لي كنت أتناول منها وبكثرة. في ناس بتقول لك 3 حبات و4 حبات وبعدين بصير في سموم. قال لي كنت أتناول منها بما يقارب 10 إلى 15 حبة في اليوم، ولله الحمد ما في أي أضرار، بالعكس كانت تساعد الأطباء في أثناء علاجه على العلاج، ولله الحمد. هو شوفي بقي اللي هو فترة التناحر، يعني بتلاقي فيه خراجات تطلع بثمه، صعوبة في الكلام أحيانا، المناعة ليست كما يجب، فلسه بياخذ أدوية. صاروا 3 سنوات هذا الشخص، والله العظيم لولا الحقوق ولولا الحفاظ على سرية هؤلاء الأشخاص لذكرت اسمه ولا أعطيتكم اسمه على الفيسبوك على صفحته. روى قصته كاملة، عامل حلقات عن قصته كاملة مع السرطان، من أول يوم اكتشف فيه السرطان للفترة اللي تعالج فيها كامل، والخطوات اللي مر فيها. والله العظيم
هذا يمين هو يحاسب عليه وليس أنا. قال اللي كان يفيدني مع العلاجات اللي باخذها في المستشفى اللي هو معروف عندنا مركز الحسين للسرطان، بذور لب البذر تبع المشمش اللي هي طرحوها أكثر من مرة بروتين أو فيتامين 17 فيها، قال هذه ممتازة جدا. فهذه أنا بحب أضيفها للمعلومات اللي أنا ذكرتها، وإن شاء الله إذا أخذت الموافقة من هذا الشخص إني راح أطرح فيديو وراح أنزل لكم حلقاته كاملة، راح أنزل لكم حلقاته اللي هو تحدث بها عن معاناته مع هذا المرض. أنا أعرفه شخصيا صديقي، والآن هو متعافي لله الحمد، باقي بعض الآثار التي تسمى التناحر عند بناء الخلايا الجديدة مرة أخرى. عندما تبني الخلايا من أول وجديد في شيء يسمى التناحر، هذا بيعرفه مرضى السرطان، شافانا الله وإياكم وأبعده عنا وعنكم. إن شاء الله نكون ما نكون طولنا عليكم، وإن شاء الله أعطيناكم شيء مفيد. لا تنسوا متابعتنا في هذه القناة والاشتراك، فعل جرس الاشتراك. نلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج مجربات من الطب البديل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم كبير الأعشاب والطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية.